الرحمن للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والنصر لقواتنا. باسمي واسم جميع عوائل الشهداء اعزي نفسي واعزي عائله الشهيد واعزي جميع عوائل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وابنائهم، الشهداء الطاهرين من اجل كرامه الامه الديمقراطيه الذين سطروا بدمائهم ملاحم البطولات دفاعا عن مشروع الامه الديمقراطيه وكرامتها. تلك الدماء الزكيه التي ضحت تخلص الشعب من ابشع الجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل المنظومات الارهابيه وغيرها من الفصائل المعاديه لمشروع الأمة الديمقراطية والوطن. هنيئا لك أيها الشهيد لأنك نلت أعلى مراتب في الجنة. الشهداء هم المنارات التي تضيء لنا الدرب دربنا، فهم قاداتنا المعنويين الذين قدموا دماءهم من أجل الوصول لمجتمع كريم وديمقراطي. وها نحن اليوم نودع اليوم أحد رفاقنا الشهيد زاهد عيد الحسين، وباسمي وباسم قوات مجلس دير الزور العسكري أعزي أهلي أهل الشهيد ونتمنى لهم الصبر والسلوان. الشهيد حي لا يموت. الاسم والنسبة زاهد الحسين، اسم الأم شاهة، اسم الأب عيد، مكان وتاريخ الولادة الصور 1/1/1998، مكان وتاريخ الانتساب الصور 22/5/2018، مكان وتاريخ الاستشهاد 1/1/2023.